مدينة سامراء هي حاضرة تاريخية تقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة، وهي مركز قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين. تقع شمالي العاصمة بغداد، وتبعد عنها 125 كيلومتر. تحدها من الشمال مدينة تكريت، ومن الغرب الرمادي، ومن الشرق بعقوبة. كان سامراء عاصمة الدولة العباسية بعد بغداد، وكان اسمها آنذاك سر من رأى، وقد بناها الخليفة المعتصم بالله لتكون عاصمة لدولته، وما تزال آثارها موجودة، ومن أهم معالمها الباقية الجامع الكبير ومئذنته الملوية. وكذلك تضم ضريح الإمامين علي الهادي والحسن العسكري عليهما السلام من ذرية النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجود أقدم قرية زراعية مكتشفة بالتاريخ، وهي قرية تل الصوان جنوب المدينة، واللي اكتشفها الآثاري العراقي بهنام أبو الصوف، وألف بها كتاب خاص بهذا المجال، وهي تعود إلى 6500 سنة قبل الميلاد. ايضا هناك عندنا في سامراء تل الاصيبعين، وهذا التل يتكون من طبقتين، طبقه قديمه وطبقه اسلاميه. ومع الاسف هذا تل الاصيبعين الزحف السكاني بدا يطال بصوره غير شرعيه، ومن هذا الموقع نطالب بحمايه الاثار. ايضا هذه المدينه يقال انه اسمها مشتق من سام ابن نوح، وكثير من الآراء في هذا المجال كانت تسمى سامراء. وأيضا هناك سور يقع بين سامراء وبلد عرضا من دجلة إلى الفرات يسمى سور مورتو، وهذا السور لا زال موجود حيث يشقه طريق بغداد سامراء. وهذا السور من الأسوار القديمة، يقال إنه يحد بين الدولتين الآشورية والأكدية. الصفات اللي تمتاز بها مدينة سامراء هو التعايش اللي موجود بالمدينة. حقيقة المدينة موجود بها من مختلف الطوائف ومختلف الأديان، موجود بها سنة وشيعة، وموجود بها مسيح، وموجود بها أكراد، والترابط والالتزام اللي بيناتهم على أعلى ما يمكن. وعلى سبيل المثال لا الحصر، أتذكر في من هجوم الأمريكان، في هجوم الأمريكان أتذكر جماعة بغداد من إجونا السامرة فتحت الأبواب لهم والفنادق والبيوت، بحيث جهزوا تجهيز كامل بالمواد الغذائية وبالفراش، ما أحد أخذ من عندهم يوم من الأيام حتى إيجار. من أيضا شالة الفلوجة، شالة الرمادي، أيضا المدينة فتحت أبوابها واستقبلت آلاف من النازحين. فهي مدينة يعني خلقت أثرية، هي مدينة للتعايش السلمي، هي مدينة تحتضن كافة الأطياف، كافة الناس، حتى الأجانب. أنا أتذكر بالسبعينات كانوا يجونا من الأجانب، ألمان، أمريكان، إنجليز، يعني بسبب وجود المنطقة الأثرية وبسبب وجود الإمامين العسكريين. استوطنت المنطقة منذ أقدم العصور، وفي العصر السابق للإسلام، وتحديداً في الحقبة الساسانية والمناذرة، حيث اتخذ في بعض مواقع مدينة سامراء حصون استراتيجية وعسكرية أثناء احتدام الصراع بين الروم والفرس. لقد بقي سامراء عاصمة للخلافة العباسية فترة تقرب من 58 عاماً،
تمتد عام 2020 هجرية إلى 834 للميلاد وإلى 279 إلى 892 للميلاد. نتيجة للتطور الحضاري والازدهار الفكري والاقتصادي انصرف الناس إلى التجارة والصناعة والثقافة ودروب العلم المختلفة، ما أخلى بالجيش بعدد أعداد الجيش، ما اضطر الخليفة العباسي المعتصم إلى جلب أعداد كبيرة من الترك من بلاد التركستان وغيرها من بلاد المشرق لتوظيفهم في الجيش العباسي أو تجنيدهم في الجيش العباسي. أول من جلبهم كان المأمون، ولكن بصورة كبيرة هو الخليفة المعتصم. هؤلاء كانوا قليلي الثقافة، غير متحضرين، وأهل بغداد يعتبرون أنفسهم قمة الثقافة وقمة الحضارة، حتى أنه فيما بعد كان يقول أحد المؤرخين أن البغدادي يأنف من الكلام مع البويهي، لأن البويهي يأكل ثوم فريحته تصير مو طيبة، فيأنف البغدادي من الكلام معه. المهم، فأهل بغداد كانوا مثقفين ويشعرون أنه مركز الدولة ومركز الحضارة ومركز العلم، فكانوا منصرفين إلى هذا الجانب. الجند اللي جاء به الخليفة المعتصم كانوا جند بعيدين عن الحضارة، فبدأوا يؤذون أهل بغداد، خصوصاً أنه لم يكن لهم مكان واحد للتجمع فيه. بدأوا يؤذون أهل بغداد في الشوارع في الطرقات، فتظاهر أهل بغداد بعد أن لم يتحملوا هذا الإيذاء، تظاهروا على عند قصر الخليفة المعتصم. خرج عليهم قصر المعتصم من قصره، من شرفة قصره، وسألهم، قالوا له أخرج جندك وإلا حاربناك. فقال لهم أنا أمير المؤمنين تحاربونني؟ قالوا نعم. قال بما تحاربونني؟ قالوا ندعو عليك بالسحر. قال لهم كفى، هذه جنود لا طاقة لي عليها. وقرر أن ينقل جيش إلى مدينة، إلى مكان آخر، وينقل العاصمة. فأرسل مجموعة من المهندسين ومعهم الوزراء، وبدأوا يختارون المناطق من بغداد منحدرين إلى الشمال أو متجهين إلى الشمال، إلى أن وصلوا إلى موقع القادسية جنوب سامراء، هنا العامية نسميه الجالسية، اللي الآن المحطة الحرارية بالقرب منه. وهناك بنوا قصر وسور وهذا، وبدأوا يهيئون مستلزمات انتقال الخليفة. وجاء الخليفة واستطاب المكان، لكن لظروف الجو في تلك المنطقة، في الشتاء كانت هناك وخمة وكانت هناك البرغوث والبق، فاضطروا إلى البحث عن موقع آخر، فاستقروا على هذا الموقع الحالي اللي هو شمال الجالسية. تعرضت أغلب المباني في مدينة سامراء للتدمير أثناء الغزو المغولي في عام 656 للهجرة، 1258 للميلاد، والصفوي لاحقا كما هو حال مدينة بغداد، وقد هدمت أسوارها ومبانيها الشاهقة. شهدت المدينة في أثناء الحكم العثماني نهضة عمرانية صغيرة، وفي عام 1881 للميلاد بنيت أول مدرسة ابتدائية في مدينة سامراء، وفي عام 1878 أيام الدولة العثمانية نصب أول جسر على نهر دجلة يربط مدينة سامراء بالضفة الغربية للمدينة. النزاعات فضل من الله، لأنه مدينة عشائرية، ولذلك تشوف حتى من يروحون يلجؤون للقضاء آخر ما يرجعون إنه ها، إذا مو بالبداية أحيانا من البدء يجون على شيوخ العشائر، تقعد لجنة منتخبة من الطرفين المتخاصمة وتحل. وأني اشتركت في عدة لجان، والحمد لله والشكر إحنا حتى المشاكل المستعصية تحل
تحلوى بأفضل ما يمكن، وإحنا عندنا مثل ما نقول عليها بالعامية سناين، أي بمعنى موجود عندنا قوانين وتشريعات على غيرها إحنا نتصرف. تتميز مدينة سامراء بأنها مركز يستقطب السائحين والزائرين لما تضمه من مواقع أثرية تاريخية ودينية ذات أهمية كبيرة. تضم المدينة ضريح الإمامين علي الهادي والحسن العسكري، وللضريح مكانة دينية عند الشيعة الاثنى عشرية، فهم يعدونها الإمامين العاشر والإمام الحادي عشر، ومن أئمتهم بالإضافة إلى أضرحة السيدة حكيمة أخت الإمام علي الهادي والسيدة نرجس أم الإمام المنتظر المهدي عند الشيعة. كما يوجد بجوار الضريحين السرداب الذي عاش فيه الأئمة الهادي والعسكري والمهدي، ولهذا تستقطب الزائرين الشيعة من أنحاء العراق وخارجه، ولا سيما أيام المناسبات التي تخص الأئمة في موالدهما ووفاتهما. طبعاً مدينة سامراء أهملت حتى في الزمن القديم، أهملت تماماً، ولولا المستوى المعاشي المتميز لأصحابها ما وصلت المدينة إلى هذا الإعمار. لكن يعني في كنا نتصور يعني بما أنه مدينة دينية، بما أنه مدينة خلينا نقول سياحية، كنا نتصور راح تنال من الاهتمام العالي والواسع في هذا الزمن، لكن للأسف ما حصل هذا. وبالتالي لولا الناس الموجودين، هم ناس شغولين، هم ناس مستواهم المادي عالي يتعاملون، لكن تعرف أنت، لكن تعرف بأن المدينة رغم كل هذا فهي مثل ما تشوف نزل مستواها المادي يعني بشكل كلش واضح للعيان. بالقرن العاشر الهجري والحادي عشر بدأت الحياة تعود إلى المدينة، وبدأت أسر تأتي إلى المدينة. كونت هذه الأسر عشائر سامراء الحالية. سامراء أصبحت قضاء عام 1860 في عهد الدولة العثمانية، ولا زالت ما شاء الله قضاء إلى اليوم. هذا الحال، هذه المدينة الآن ما شاء الله مدينة تكون من 32 حي، مدينة كبيرة لكن خدماتها ضعيفة، مثل أكيد شفتوا تجولتوا فيها، تعاني من كثير من الآلام، ومن جملتها مع الأسف السور اللي يحيط بالمدينة ويحجز أهلها، بالإضافة إلى أنه الآلام اللي تعانيها المدينة من حجز الإمام علي الهادي أيضا بصبات، وهي دائما نحكيها نقول يعني هذا الزائر الأفغاني الباكستاني الهندي اللبناني من يجي وشوف الإمام محصور بصبات شو يصور وراء الصبات أكو. فهذه حقيقة تسيء إلى المدينة. هاي السنة الحمد لله لا، بدأ الزائر يتجول بالمدينة ويعود إلى حياته الطبيعية، ويلقى الترحاب ويلقى الناس اللي فاتحة حتى بيوتها. أنجبت مدينة سامراء العديد من المبدعين الكبار، ويأتي في مقدمتهم قيصر الغناء العربي كاظم الساهر
الذي تعود أصوله لهذه المدينة العريقة. كذلك رفدتنا بالفنان المميز محمد السامر. أما في الفن التشكيلي فقد أعطتنا الفنان الدكتور ماهر السامرائي المتخصص بفن النحت، وكذلك النحات الكبير بدر السامرائي الذي صنعت أنامله تمثال عباس بن فرناس في بغداد. سامراء إحدى المدن ذات البعد الحضاري والثقافي، إذا أن مدينة بهذا العمر التاريخي لابد أنها تحوي إمكانيات فردية، أيضا نشاطات جماعية. سأتكلم عن ما بعد عام 2003 بدأ يتبلور النشاط الثقافي مع مجموعة من الشعراء وكتاب القصة في مدينة سامراء، والتي تأسس لاحقا من خلالها كيان ثقافي اسمه المنتدى الثقافي في سامراء، وهذا الكيان أصبح تابعا للاتحاد العام لأدباء والكتاب في العراق بصورة رسمية. رأس هذا المنتدى الأستاذ الشاعر عواد أحمد صالح، وأيضا مجموعة من الشعراء منهم أستاذ محفوظ فرج وآخرين. حقيقة هناك نشاطات كانت تقام بطريقة أسبوعية أو أحيانا نصف شهرية، وهذه النشاطات مختلفة ما بين الشعر والنقد والقصة وحتى مناقشة المسرح والمعارض الفنية والسينما طبعا. لكن بسبب عدم وجود مكان ثابت، المنتدى الثقافي بدأ يعني يقلل نشاطاته، وتقريبا الآن أصبح مجرد هيكل يعني اسم فقط. لكن تحولت بعض النشاطات إلى منظمة البحتري للتنمية والثقافة التي كانت متعاونة معنا، فتقام بعض النشاطات الأسبوعية أو الشهرية أحيانا في منظمة البحتري، وكذلك يديرها أحيانا شعبة البيت الثقافي في سامراء التابعة لوزارة الثقافة. جامعة سامراء أيضا لديها يعني حراك ثقافي، لدينا مجموعة من الشعراء والكتاب القصة الذين يعني هم ينتمون إلى جامعة سامراء، فازوا بجوائز عربية وعراقية، منهم الشاعر محمد حسن السامرائي والروائي محمود رمضان السامرائي، هذول حصلوا على جوائز عربية. وحقيقة هنالك يعني خلينا نقول تعاون ما بين الجامعة وما بين الحركة الثقافية في المدينة دائما. لا تختلف المرأة السامرائية عن المرأة العراقية بشكل عام إلا في أمور تكاد تكون بسيطة جدا، مثلا تمتاز المرأة السامرائية بالكرم والشجاعة مثل ما هو موروث إلها من أهلها. وبالتالي اليوم الحديث عن المرأة بشكل عام أكيد اختلف دور المرأة، هناك إيجابيات كثيرة، هناك مشاركات، هناك ملاحظات عديدة عن نظرة المجتمع للمرأة. اختلفت نظرة المجتمع للمرأة عن السابق، اليوم تلعب أدوار المرأة حقيقة في المجتمع، سواء كان داخل الأسرة أو العمل، أيضا الجانب السياسي اللي دخلته المرأة هذا جانب جدا مهم حقيقة. المرأة السامرائية دائما توصف بشجاعتها، بالشجاعة، والدليل أنه بعد 2014 والأحداث اللي جرت على صلاح الدين كان لها حقيقة أكثر من دور، خصوصاً منظمات المجتمع المدني اللي تقودها النساء آووا العوائل اللي نزحت إلى مدينة سامراء من الموصل، من الأنبار، من القرى والنواحي اللي هي تابعة لمحافظة صلاح الدين وسامراء. ولحد الآن هناك عوائل نازحة، لحد الآن المنظمات اللي تقودها النساء والرجال هم متكفلين بهذه العوائل. في خانة الأدب فقد أنجبت لنا مدينة سامراء الناقد الكبير ماجي الصالح السامرائي، وأستاذ اللغة العربية العلامة اللامع الدكتور إبراهيم السامرائي، والعلامة الكبير الدكتور فاضل السامرائي، والشاعر الكبير عبد الرحمن طهمازي، والشاعر المبدع رعد عبد القادر، والشاعر المتألق الدكتور أحمد عزاوي. ويسكن مدينة سامراء الناقد المميز الدكتور أحمد الضفيري الذي تعود أصوله لمدينة بغداد. أما في المجال الإعلامي فقد أنجبت لنا هذه المدينة المبدع الإعلامي الكبير
الأستاذ مجيد السامرائي، كذلك رفدتنا بالشاعرة والإعلامية الشهيدة أطوار بهجت، ولا بد من ذكر مذيع الأخبار المتميز أنس البدري. وفي الجانب الرياضي فقد أعطتنا هذه المدينة أحد أهم المدربين في تاريخ كرة القدم العراقية، وهو اللاعب الدولي السابق والمدرب عدنان حمد. كذلك رفدتنا باللاعب الدولي السابق الهداف الآسيوي حمادي أحمد. كثيرة هي الأسماء الإبداعية التي أنجبتها مدينة سامراء، فهي كغيرها من مدن العراق مدينة زاخرة بالإبداع. بعد تعافي المدينة من آثار الاجتياح الإرهابي داعش، حاولنا في البيت في المنتدى الثقافي بالتعاون مع مجموعة شباب تشكيل لجنة سميناها لجنة القراءة. وهذه اللجنة عملت فعالية على غرار أنا عراقي أنا أقرأ، كانت بعنوان سرة من قرأ. طبعا حقيقة كانت النسخة الأولى تعاون معنا كل المنظمات الحكومية وحتى القوات الأمنية، في وقتها كانت متعاونة جدا معنا، يعني سواء من قيادة العمليات من الأخوة في سرايا السلام، كلهم كانوا متعاونين معنا، ووزعنا فيها أكثر من 7000 كتاب، والحضور كان تقريبا يفوق 5000 شخص. كانت فعالية كبيرة، وشاركوا فيها طبعا أيضا أعضاء من اتحاد الأدباء من بغداد جوي، كانت تبعث رسالة تطمين إلى أنه سامراء بخير. وأقمنا أيضا نسخة بالسنة اللي بعدها، وأيضا كانت توزيع أكثر من 5000 كتاب. هذه الفعاليات حقيقة هي من أهم الفعاليات التي أقيمت في مدينة سامراء بعد عام 2014، كانت فعاليات كبيرة ومؤثرة، وكانت فعلا فعاليات يراد منها فقط يعني بعث رسالة تطمين، وأيضا محاولة تأثير في المجتمع، توزيع كتب مجانية للمجتمع. ومثل ما قلت لك كان هناك طبعا تخللها مسرحيات، وتخللها معرض فني، وتخللها أيضا قراءات شعرية. مثل هذه الفعاليات أنا أعتقد المدينة تفتقرها، تفتقر إلها، لأنه هيك فعاليات ما نقدر إحنا نديمها لوحدنا بدون يعني جهود، على الأقل نقدر نسميها حكومية أو من بعض دوائر الدولة ويانا. هاي القضايا يمكن إذا نقدر نعيدها بالمدينة راح تكون مؤثرة جدا وفاعلة. يعني أما أهم المهن فتضم سامراء عدة مواقع صناعية ترفد المدينة بفرص العمل والموارد، ومن أهمها معمل أدوية سامراء، وهو معمل تابع للشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وهي شركة أدوية حكومية أسست عام 59 و900 وألف في العراق. تضم المدينة أيضا ثلاث محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية، منها محطة سامراء الكهرومائية أنشئت على سد سامراء وأدخلت إلى الخدمة عام 72 و900 وألف. كذلك تميزت المدينة في طابعها الاقتصادي بالسياحة الدينية، كونها تضم مرقدي الإمامين العسكريين عليهما السلام. وامتهن أهلها أيضا بمهنة الزراعة، وذلك لخصوبة أرضها ووجود مصادر المياه. من يصير مناسبة دينية أو مناسبة وطنية تشوف الكل موجودة والكل يعني متواصلة ومشاركة في هذا الموضوع. ولذلك أحكي لك على موضوع، يعني بالسبعينات
بالسبعينات والثمانينات والتسعينات من كانت تجي الزيارات إلى مدينة سامراء، تلقى الأبواب من أهل مدينة سامراء والقدماء من أهلنا أهل الجنوب يعرفون هذا الموضوع، كلها مفتوحة ليل ونهار، بحيث الزائرين كانت ينامون عندنا بالبيوت بالبيوت، يستعملون البيوت على أعلى ما يمكن. لكن سووا هذا السياج، وسووا هذا السياج الأمني، مما أثر على حقيقة تواصل الزوار مع جماعة سامرة. طالبنا به عدة مرات، الآن انفتح، السنة أفضل، السنة الزوار موجودين ويتعاملون مع أهل المدينة بشكل طبيعي جداً.